مع بداية هالأسبوع بدي أحييكم مشاهدينا، وبدي أقلكم أنه نجح يوم التفاح اللبناني ونجحت البلدات يلي كانت عاملة مهرجانات للتفاح منها بس كنت مواسم التفاح، حتى نقول قديش التفاحة اليوم ما بتعني بس المزارع، بتعني كتير باقتصادنا الوطني. وبقدر أقول كمان أنه لازم تتكرر دايماً حتى المزارع يكون دايماً قريب، دايما يقدر يبيع انتاجه، وبالتالي هيك بلكي لانه بيلعب دور كثير مهم بالاقتصاد الوطني من جهه، من جهه ثانيه كمان هيدا الشيء ما بيعني انه مفروض نلاقي كمان اسواق لانتاجنا اللبناني. بدايه بحب كمان اني هني زميلنا المخرج انطوني مرشاك يلي زميلنا بالام تي في، يلي انطوني هو دايما بتولى كل الروبورتاجات اللي بنمرقها بالحل عنا، واليوم هو عم بيصور روبورتاج للحل عنا. انا بدي له يعطي العافيه بعده واصل من تركيا. المخرج اللبناني انطوني مرشا فاز بالمركز الاول بمهرجان ازميت الدولي في تركيا عن فيلمه القصير ماي ديستيني ذي كول. من بين 548 فيلم شارك من مختلف دول العالم، وتم تعيينه كمان كعضو بلجنة التحكيم لعام 2020 اللي رح تختار الأفلام المشتركة للسنة المقبلة، كما وحمل وصل الفيلم عينه امبارح إلى النهائيات بعلامات مرتفعة جدا من لجنة تحكيم مهرجان فلورنس في إيطاليا. مبروك أنطوني ويعطيك العافية. معلومة بمعلومتنا لليوم، مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أعلنت عن البدء بعملية بيع بذار القمح والشعير المؤصل لموسم عام 2019-2020 بمحطة تل عمارة، علما أنه سعر بيع الكيلوغرام الواحد من بذار القمح المؤصل حدد ب 590 ليرة لبنانية والشعير ب 540 ليرة لبنانية. المستندات المطلوبة لشراء البذار: صورة عن الهوية أو عن إخراج الأيدي المزارع صاحب العلاقة، طابع مالي بقيمة 1000 ليرة يودع على الطلب الموجود بمحطة تل عمارة، وبيتم تسديد قيمة البذار عند تقديم الطلب نقدا أو بموجب شيك مسحوب على مصرف لبنان لأمر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. و تنصح المصلحة بزراعة الأصناف المتوفرة لديها من القمح والشعير كما يلي: قمح طري تل عمارة 2، قمح قاسي ميكي إيكارشا ومسرة، شعير ريحان 6 خطوط. يعني كمان في توجيهات للمزارع اللبنانية بهذا الموضوع. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-4444 وباخذ أول اتصال لليوم. دكتور جورج غلمية، صباح الخير. صباح النور، كيفك ست ريبيكا؟ كيفك انت دكتور؟ كرئيس مجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، عندك شيء تقوله؟ عرفت ايه، الحقيقة نحن وقت اللي بيكون عندنا أي مشكلة أو وجع أو شيء يعني بخص المتقاعدين خصوصا وحتى الموظفين بالخدمة الفعلية كمان نحن بنهتم، فما لنا منجع غيركم. انه اهلا وسهلا فيك دكتور، حتى نختصر الوضع، شو هي هالصرخه اليوم؟ نعم، نحن الحقيقه انا طلبت موعد مع معالي وزير الماليه من شي 10 ايام. نعم، ويبدو انه معاليه مشغول كثير هالفتره، ما لهلا بعد ما اعطاني موعد عم بيحضروا موازنه 2020. ايه ما مضبوط. هلا المهم انه في بعض المطالب بحب عبرك انه نقدر نوصل له اياها. نعم. وهي تتركز على ثلاث محاور اساسيه. اولا في التحويلات الماليه لتعاونيه موظفي الدوله، هل هي واقفه او عم تتباطأ بشكل مش معقول؟ كل المعاملات تبع المساعدات المرضيه والمستشفيات استشفاء والادويه والصيدليات والى اخره كلها واقفه ب نحن دكتور الأسر. نحن دكتور غلمية بهذه النقطة بحثناها مع المدير العام وقال كل الملفات جاهزة لحتى تاريخ الساعة، ولكن المشكلة انه مثل ما قلت عند المالية لتصرفها، يعني كتعاونية عاملة واجباتها ناطرة الصرف من المالية. يعني التحويلات عم بتكون بطيئه جدا، وحتى من الجمل اذنه يعني ماشي. شو عندنا نقطه ثانيه؟ اليوم انا اتصلت فيه لدكتور يحيى وقال لي انه بعد ما بيجينا شيء وكل شيء واقف عنده.
هذه أول نقطة. نعم. ثاني نقطة عم يتداولوا بعض المسؤولين حاليا أنه في مشاريع لتعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة. نعم. يعني هذا الموضوع نحن كثير بهمنا أمره ومنصر على عدم تعديله بشكل أساسي. الحفاظ على الحقوق والمكتسبات أولا. ثانيا نتمنى إشراك المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة بمناقشة أي مشروع ممكن يدخل على نظام التقاعد. وثالثا أنا بدعي من هون أنه إنشاء صندوق مستقل للتقاعد هل منصوص عليه بالمادة 57 من نظام التقاعد الصادر بسنة 83، وهذا موجود بالنص. ينشئ هالصندوق ويفصلوا المحسومات التقاعدية عن واردات الخزينة، بيرتاحوا من المتقاعدين وحاجة يقولوا انه المشكلة بمعاشات التقاعد. محسومات التقاعدية هي ملك خاص للموظفين الذين سيتقاعدون، ما الى حق الدولة تحط ايدها عليهم. بقى لذلك منكرر انه المحسومات التقاعدية يجب ان تصب بصندوق مستقل، هذا مال خاص للموظفين، ما إلى حق الدولة تدمجهم بواردات الخزينة. لذلك ندعي مجددا إلى إنشاء الصندوق عملا بالمادة 57 من نظام التقاعد المعمود فيه حاليا، وبالتالي فصل واردات هالصندوق اللي هن محسومات تقاعدية عن واردات الخزينة وعن واردات الموازنة، وهيك بيرتاحوا من المتقاعدين وبعدوش يقولوا انه في مشكلة. دكتور غلمية، برأيك هذا الصندوق ليه ما انعمل حتى اليوم؟ يعني ليه ما صار حتى اليوم؟ إذا منصوص يعني عنه ما في جاوبك الجواب، لأنه هذا موضوع سياسي بده قرار سياسي، وإنه من وقت اللي استقال لبنان موجود هالنص بأنظمة الموظفين، وتكرر إلى أن صدر نظام التقاعد اللي صدر بسنة 83 ونص بالمادة 57 على إنشائه. ومن وقتها ما عاد تعدل. بعدين في شغلة. نعم. إنه المؤشر غلى المعيشة يجب أن يتقرر سنوياً. من هون بدعي لإعادة إحياء لجنة المؤشر اللي ملغات. إعادة إحياء بتعطي حقوق للقطاعين العام والخاص سنويا، ما ننطر 10-15 سنة لتتراكم الأمور ونرجع نعمل أزمة عن جديد. لا يجوز. بدها حسن إدارة. وين حسن الإدارة بهالموضوع؟ يعني ما في شيء بديهي لازم نعمل. تجاه هذا الواقع دكتور غلمية، كقدامى موظفي دولة عندكم تحرك باتجاه المسؤولين غير وزير المالية اللي بعد ما عطاكم موعد، يعني في شيء تاني رح تعملوه؟ للحقيقة طبعا في تحركات عم بتصير وبدها تصير، ولكن هلا اللي معلن عنه نهار الأربعاء في تحرك للمتقاعدين العسكريين وسواهم. رح تكونوا من بيناتهم؟ رح تكونوا معهم مشاركينهم؟ نحن بعد ما اعلنا هالشيء، لانه الهيئه الاداريه ما اجتمعت بعد حتى ياخذ هالقرار. اوكي. فلذلك بعد في نقطه بهمني اني طالب فيها الحقيقه. تفضل. مساهمه الدوله بصندوق المجلس الوطني لقدامى موظفي الدوله خفضوا لنا اياها بموازنه 2018 20%، ورجعوا خفضوا لنا اياها 10% بسنة 2019، وهلا بمشروع 2020 عم بخفضوا لنا اياها 10% عن جديد. يعني تدريجيا رح تصفي 0%. 100%. لوين رايحين؟ نحن المجلس الوطني يقدم خدمات استشفائية واجتماعية، مساعدات استشفائية واجتماعية مكملة لتعاوني موظفي الدولة. نحن مش بس مجلس نقابي يعني بنطالب بالحقوق، ولكن بنقدم خدمات ومساعدات للمتقاعدين يعني المتشابهين للمجلس. نعم دكتور غلمية. لذلك بهمني انه طالب معالي وزير المالية بإعادة النظر بمساهمة الدولة بموازنة المجلس الوطني لقدامى الموظفين، ورفعها مش تخفيضها، لأنه نحن بنقدم خدمات
في حال ظلت تنخفض نحن بيتوقف المجلس عن العمل. أكيد. أنا دكتور غلمية يعني حبيت اليوم إنه طل حتى توضح كل هالنقاط هيدي قبل نهار الأربعاء كمان قبل الاعتصام يلي رح يصير، وعلى أمل يكون في أذان صاغية، لأنه لو كان في من الأساس أذان صاغية وللواقع اللي عم نعيشه اليوم ما كنا وصلنا يلي وصلنا له. أنا بشكرك وعنا فاصل ومنتابع. تابع الحل عنا عبر الام تي في، وبدي اقول بمتابعتنا انه اللي اشتكوا من الاصوات اللي دائما عم تطلع من مطعم ببسابة بين البيوت، نحن تواصلنا اليوم مع رئيس البلدية الاستاذ كلود بوانتون، واكد لنا انه هالمطعم عنده رخصة، ولكن اجمالا ليلة السبت والاحد عم بيكون في موسيقى لبعد الساعة 12، ولكن بنص الجمعة دائما البلدية عم تتأكد انه يكون الصوت الى حد ما منخفض وما يتعدى بعد الساعة 11:30-12. ووعدنا رئيس البلدية اليوم انه كمان يبلغ اصحاب هالمطعم بالموضوع، لانه في ناس طبعا بتقوم على اشغالها تاني نهار او على مدارسها كطلاب. نحن بنشكر التجاوب اذا حصل، واكيد يعني لانه الليل هو للراحه، ما بدنا نوقف ارزاق الناس، ولكن كمان بدنا نراعي ظروف الناس بالليل. باخذ اتصال جديد. الو. يعطيك العافيه مدام ربيكا. اهلا. معك الصحافي نبيل حرب. اهلا بالزميل، كيفك استاذ نبيل؟ كيف احوالك؟ ان شاء الحمد الله بخير. لله. نحن من خلالك حابين نوجه نداء بسيط للمسؤولين اذا بيحبوا يسمعوا. نعم تفضل. بهالصيف سافرت على دوله بتتعامل باليورو. نعم. انا حامل معي دولار وشايف نعم. حالي فيهم، جيت بدي ادفع دولار اكثر من محل ما قبضوا مني. قالوا عملتنا يورو، فيك تصرف عند الصراف برا وترجع تدفع. اللي بدي اقوله انه الدول اللي بتحترم حالها بتتعامل بعملتها وبتلزم الكل على التعامل فيها. انا بدي اسال خطوط التشريج والاشتراكات بالخليوي لا بدها تكون بالدولار، هي منتج لبناني لا عم نستوردها ولا شيء، لا بدها تكون بالدولار. يعني برايك لازم تسعر الدوله بالليره اللبنانيه دغري؟ طبعا الدوله لازم من اليوم تلزم هالشركات على التسعير باللبناني وباللبناني وبس، لانه في كثير اشياء غير هيك كمان عم بيجربوا يسعروها بالدولار وهي منتج لبناني. الشغله الثانيه بالنسبه للدولار، هيدي بدعه السعرين من وين جابوها؟ في سعر رسمي لازم الكل يلتزموا فيه غصبا عنهم، وحماية النقد الوطني والاقتصاد الوطني لا تقل أهمية عن حماية الأمن القومي واستقلال لبنان. 100%. ما بيجوز إنه الدولة تشجع الدولرة وترجع تحط الحق على الناس. نحن بدنا نقبض لبناني وندفع لبناني وبس، وهيدي أبسط حقوقنا. ويا ريت الرئيس العماد ميشيل عون بيضرب بإيد من حديد مثل ما عودنا، ونحن كلنا معه، وهيدا البلد بلدنا، والناس الأوادم ما رح تسمح بإنهياره. وأنا بشكرك. يعني أستاذ نبيل هيدا اللي حكي الناس اليومي، لأنه اليوم للأسف الشديد يعني مننام على شيء منقوم على شيء، والوعود اللي عم تنعطى ما عم بتكون واقعية على الأرض. مثل ما قلت سعرين للدولار ما بيصير. نحن كنا نفتخر بليرتنا اللبنانية بالسبعينات، كانوا لما يسافروا يلاقوا مع الأسعار ليفر لبناز مسعرة. اليوم نحن منشتاق اي بلد اللي كان القريب والبعيد نشوف فيه انه بنقدر نحن نصرف بعملتنا اللبنانيه. معك حق كثير منيح، يعني انا بتمنى على وزاره الاتصالات تاخذ مثل هذا القرار وكل شيء انتاج وطني يكون باللبناني، بس المشكله كله مدولر لانه نحن بنستورد بالدولار، وهذا اللي صاير اليوم مع النفط ومع المحروقات واصحاب الادويه، كل هيدي امور عم تتراكم. فان شاء الله نحن بنشوف حالنا بليرتنا اللبنانيه يكون لها قيمتها ببلدنا وخارج بلدنا، بس يكون سعر واحد. معك حق، مش سعرين. أنا بشكر مداخلتك، شكرا لك أستاذ نبيل. كمان اتصال. تفضل. بونجور. بونجور مدام ربكا. نعم. يعطيك العافية. أهلا. لو سمحتي، نحن شاكين بطريق جديدة طلعت الأتبائية. أوكي. في عنا موقف للبلدية بوجدنا، نحن ندفع اشتراك 150 ألف اشتراك شهري لنصف السيارة. نعم. مينوايل جيراننا اخذين صفتين بحطوا جنازير، ونحن مضطرين انه ندفع يعني لنصف بالكراج، وهن حاطين جنازير وما حدا بيقول لهم شيء. اها،
انتوا رجعتوا البلديه يعني بالموضوع. رجعنا البلديه اجوا من شي سنه يشيلوهم بعد شي ساعتين ثلاثه بيرجعوا بحطوهم. ما هذه المشكله، ما بنحترم قرارات، بفكروا انه خلص علم. حتى يعني المحافظ اول ما اجى عمل حمله ببيروت ما رجع على المحافظه، كانوا بلشوا يرجعوا يعيدوا كان شيئا لم يكن. رجعنا مره ثانيه بس ما حدا اجى من البلديه. اوكي نحن رح نبلغهم. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. يعني كمان اتصال. الو الو اهلا. بونجور ستريبيكا. بونجور. وحيتك انا باسم المعلمين المتقاعدين. اوكي. على اساس السلسله بتجينا على ثلاث دفعات. نعم. اول دفعه جتنا اول سنه كومبلي، ثاني دفعه اجينا 10% مش 25%. مظبوط. ثالث دفعه ومع انه قال الوزير وزير الماليه انه قبضوها ما اجينا ولا فرانك، بالعكس اجينا خصم 25,000. بهالصورة الدفعة الثالثة نحن بقانون، هالسلسلة اجتنا بقانون، كيف قدر الوزير ما يعطينا اياها؟ وسألناك اياها قبل وما بعرف شو كان الجواب. الجواب مش عندي، جواب المالية. المالية نحن عم نطلب من وزارة المالية بكل شفافية تعمل بيان توضح فيه كيف عم تتعامل مع المتقاعدين بموضوع السلسلة، كيف عم تندفع بكل بساطة. برفون الجيش قبضها، اللي كان معلم وانفصل على حساب النافعة أو وزارة العمل قبضوها، ما في غير المعلمين الوحيدين اللي ما قبضوها. بس استفسار من الوزير ليش ما دفع للمعلمين؟ أوكي. إذا ما حرقنا دويليب ما بيطلع لنا الزوج. لا نحن ضد حرق الدويليب، أنا هيدا موضوع آخر بقى نحكي فيه، لأنه حرق الدويليب بيأثر على الصحة وعلى التنفس ومصير بالمستشفيات ما عليه. نحن إذا بنسمع صوتنا مش تنخرب حالنا، هذا موضوع آخر. أهلا وسهلا فيك، إذا عرفت شيء بهذا الموضوع أي جواب بعطيكم إياه. صورة اليوم نشوفها سوا. كارولين شمالي عم بتقلي بعتي هالصورة، بتقول من مدة عم بيقوموا بقطع الأشجار بمنطقة الزيتونة وما حدا عم يحكي بالموضوع. اليوم بدها تحكي عن هالواقع المحزن والتأثير اللي عم بتسببه الأمية وعدم تأهيل رؤساء بلديات مدن وقرى، لأنه عم بيديروا التدمير على حساب نوعية حياة الناس ورسوم البلدية السنوية اللي بيدفعوها تذهب هدراً. هالأشجار غالية جداً بكل المعاني. بتقول لي ما بيقوموا بإنشاء لجنة مشتركة بين البلديات بالتنسيق مع لتلبية الحاجات والاحتياجات اللي يمكن توفيرها، بدلا من قطع الأشجار ممكن نقلها إلى بلدية أخرى تعمل على تحسين طريق تاني. يعني اليوم فينا نستعمل هالأشجار بدل ما نقصها، فينا نشيلها ونزرعها مكان تاني. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.